بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعزائي متابعي قناة اولاد الملك، اهلا بكم في فيديو جديد عن قصة معبرة بعنوان شيك بمليون دولار. صاحب شركة صغيرة كان غرقان في الديون، كل السكك اتقفلت في وشه، قرب يفلس، البنوك مش عايزة تسلفه. المهم في يوم ماشي في الشارع بيجرجر همومه، قعد على دكة بتاعت موقف اتوبيس، قعد جنبه راجل كبير في السن، قال له مالك؟ فحكاله قصته. الراجل العجوز قال له اعتقد اني اقدر اساعدك على حل مشكلتك، وراح مطلع شيك من جيبه وقلم وكتب فيه وراح مديه لصاحب الشركة الصغيرة وقال له هقابلك هنا كمان سنة عشان تردلي اللي اخدته مني، وسابه ومشي. صاحب الشركة بيفتح الشيك لقاه مكتوب فيه مليون دولار بامضاء جون دي روكفيلر، واحد من اغنى الرجال في العالم. صاحب الشركة فكر وقال انا اقدر دلوقتي احل كل مشاكلي واسدد كل ديوني بالشيك ده. وبعد تفكير وخوفه انه ما يقدرش يسدد الفلوس دي بعد كده، قرر انه يحتفظ بالشيك في خزنته ويحاول محاولة اخيرة، ولو فشل اهو معاه الشيك هيغطي خسائره. وفعلا بدأ صاحب الشركة في ايجاد حلول، وبدأ يتعامل مع المشاكل اللي عنده وحل جزء كبير منها لحد ما بدأ يقف على رجليه وسدد اللي كان عليه، والشيك لسه زي ما هو. عدت السنة والشيك اللي ما تصرفش معاه، وقرر يروح نفس موقف الاتوبيس وهو فرحان بانجازه وانه هيرد الشيك زي ما هو لجون. وفعلا لقى جون داخل عليه لسه بيحط ايده يطلع الشيك، لقى ممرضة جريت على جون ومسكته من ايديه، الحمد لله ان لقيتك. وهي بتتأسف لصاحب الشركة وبتقوله ارجو انه ما يكونش ضايقك، هو راجل مسن وانا الممرضة المسؤولة عنه وعن حالته، هو دايما يهرب من البيت ويدعي انه جون دي روكفيلر الملياردير المشهور. وخدت الراجل المريض ومشيت. صاحب الشركة وقف مذهول بيقول لنفسه بقالي سنة ببيع واشتري واعقد صفقات واحل مشاكل اعتقادا مني بان ظهري محمي بمليون دولار، الواقع ان مش الفلوس اللي معاه هي اللي انقذته، ولكن الشخص الجديد اللي اتولد جواه وحس بالثقة لمجرد انه متأمن. نفس التصرفات دي كان يقدر يعملها من غير فلوس، لكن خوفه وقلقه المبالغ فيه كانوا مانعينه. الخلاصة عندنا حاجات كتيرة تهون علينا التوتر والقلق اللي بياكل في حياتنا، بس احنا ما بنبصش غير على اللي ناقصنا. عندنا ربنا في ظهرنا رحيم وكريم قوي، اقوى من مليارات الدولارات اللي ممكن يأمنوك. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. حاول تتخلص من شبح القلق اللي بياكل في جسمك وبينخر فيه ويوقفك في مكانك عاجز، مع انه في ايدك كتير تعمله. القي على الرب همك وهو يعولك، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين. اذا عجبتكم القصة ياريت تعملوا لايك وشير عشان اكبر عدد ممكن يستفيدوا منها، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. وخليكم دايما مع اولاد الملك. سلام، ربنا يكون معكم.